بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذه التظاهرات هي رسالة إلى الأمم المتحدة، رسالة إلى منظمات الدول، رسالة إلى العالم بأجمع. اليوم هذه المظاهرات ما توجه رسالة إلى الحكومة، لأن باعتبار الحكومة وجهنا رسائل إلها والحكومة ما استجابت. اليوم هذا ندائنا إلى العالم، ندائنا إلى العالم بتغيير تغيير النظام الدستوري في العراق، النظر في العراق، النداء إلى العالم حتى ينظر في قضية الدستور، ينظر في قضية الأحزاب اللي قاعد تحكمنا، الأحزاب اللي قاعد تحكمنا دمرت العراق على مستوى 15 سنة. فإحنا اليوم ندائنا إلى الأمم المتحدة، ندائنا إلى جامعة الدول، ندائنا إلى منظمات المجتمع المدني. أولاً مطالبنا ليس الكهرباء، مطالبنا ليس بسيطة، مطالبنا اليوم تغيير الدستور، مطالبنا اليوم تغيير النظام السياسي، تغيير الكابينة السياسية بما فيها الأحزاب الحاكمة. ندائنا اليوم إلى تغيير النظام البرلماني، من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، إلغاء مجالس المحافظات، لأن مجالس المحافظات على مستوى 15 سنة ما جابت لنا إلا الفقر وإلا الفقر إلى مدننا وإلى شعبنا. هاي اليوم الشباب اللي طالعة مو بطرانة، لما تطلع بالإعلام رئيس الوزراء ويطلعوني اليوم بالصحافة يقولون هؤلاء مخربين وهؤلاء بعثية. اليوم حتى لو بعثية، حتى لو هاي البعثة ما يريد حقها مثلا، اليوم احنا مو ضد الإنسانية. اليوم الإنسان كل لما يطلع يحكي يسولف بإنسانية. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه اليوم اللي يسولفون باسمه أمير المؤمنين كان يعطف حتى على أعدائه. فاليوم حتى لو مثلا اكو ناس اعداء الحكومه انطوهم حقهم، يعني هاي الناس اللي طالعه مثلا مو بطرانه يعني طالع بالوحده الظهر، طالع ب 12 الظهر، مو بطران، هذا يريد حقه يعطي حقه وشوفه اذا طلع على الحكومه بعد. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي رسالة للأخوة من الشعب العراقي، ورسالة بالأخص الزملاء الطلاب، زملاء الطلاب الإعدادية وطلاب الجامعة. هذا الوقت الكل تشتكي أنه ماكو تعيينات، وأنه الكل جاي تفقد أمل أنه يتعينون. أكو بيهم جاي يتركون الدراسة لأن يحسون أنه ماكو هدف منها. بس بالنهاية رسالة وجهها للأخوة الطلاب أنه لا تيأسون، وأنتم دائما شباب، أنتم اللي تحددون مصير الشعب. فيا أيها الأخوة لا تستسلمون، وأكبر ضربة توجهونها لهم أنه تستمرون بدراستكم وتحققون النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم كناشطي محافظة ذي قار للمطالبة من الحكومة المركزية ومن الدكتور حيدر العبادي لتلبية مطالب محافظة ذي قار، ألا وهي أولاً إقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري، وحل مجلس المحافظة المتمثل بحميد الغزي، وإقالة كافة المدراء العاملين الفاسدين في محافظة ذي قار، إضافة إلى النظر إلى خريجين محافظتنا، خريجين محافظة ذي قار الذين تخرجوا منذ 9 سنوات ولم يجدوا أي فرصة للتعيين، وكذلك التعويل على تشغيل العاطلين عن العمل
والمباشرة بتنفيذ كافة المشاريع المتلكئة والمستشفيات والجسور والطرق هذا، وإن لم تنفذ كافة مطالب محافظة ذيقار إسوة بمحافظة البصرة سوف يكون هناك اعتصامات وسوف تشاهدها يا حيدر العبادي بأم عينيك، لأن محافظة ذيقار لن تسكت. محافظة ذيقار أم الشهداء، محافظة ذيقار المعطاء، محافظة ذيقار السومرية التي تشهدها كل العالم كل الدول، هذه مصيرها، مصيرها الجوع والعطش. يا حيدر العبادي لن نتنازل عن حقوق محافظة ذيقار مهما يكن. وكذلك أطالب كل الوفود التي ذهبت إلى حيدر العبادي لم تناقش قضية زميلي فرج البدري الذي اختطف منذ 4 أشهر ولم نعرف عنه شيء، هل قتل، هل غيب، هل أحرق، لا نعرف. لذلك نحمل الدكتور حيدر العبادي حياة الناشط المدني والإفراج عنه من إذا كان في العراق أو في أي دولة أخرى. مستشفى رسمية للمجلس المحافظ، القيادة المحلية الموجودة والقادة عام القوات المسلحة، بنتعرض إلى ذل جماعي من قبل منتسبين قيادة عمليات ذيقار الرافدية، بأنه منع أي شخص دخول المناطق ما بعد السكة مع القطار أو الشبكات، قطار أو زائر أي كان، عدم دخول مواد البناء بحجة توزيع المناطق الموسعة، بحجة يعني زعزعة الأمن يعني سجن الحوت ومقر قيادة عمليات الرافدية، والكل يعرف شنو قيادة الرافدية وشنو العمل مالها، فجاء نتعرض الذل جماعي لهذه المنطقة من قبل المنتسبين، يعني نشوف الإرهابي بالسجن عايش بكرامة ووضع، وإحنا كأهالي المناطق عايشين بذل من هذا، فنقدم شكوى رسمية باسم أهالي منطقة بشويس وقيادة العويزة وقيادة آل عبد الرزاق عشان غزو الحسينات للقائد العام القوات المسلحة وللحكومة المحلية في ذيقار. رسالة لمحمد الهنداوي اللي يقرر رواتب لأهالي رفحة. أهالي رفحة، أنا كنت بالمملكة العربية السعودية بال99 جيت من السعودية، أهالي رفحة كانوا بشبوك مع العلم يطونهم رواتب 500,000 ريال. يا محمد الهنداوي أنت من نطيت لأهالي رفحة، أهالي رفحة مو مسجونين وليس مسجونين أهالي رفحة، أهالي رفحة بشبوك مع العلم يطونهم 500,000 ريال بما يعادل بالعراق 350,000 ريال، ومع العلم المعلم ياخذ 2000 عراقي. بالنسبة أهالي رفحة قالوا لهم يابا اللي يريد يطلع خارج البلد يطلع خارج البلد، اللي طلع للدنمارك واللي طلع لأمريكا واللي طلع للسويد، واللي قالوا له ترجع للبلد ارجع، ما قبلوا بقوا بالسعودية. أما أنت تحسبهم سجناء، مو سجناء، هم بشفوك يا محمد الهنداوي، ما معطي من مال المال، هذه هاي من خزينة الدولة تعطي لأهالي رفحة رواتب بما الله من سلطان. أنت أعطيت رواتب لأهالي رفحة، شلون تعطي رواتب لأهالي رفحة؟ ليش ما تعطي للفقراء للعاطلين؟ يا محمد الهنداوي رسالة إليك، ونرجو من الحكومة العراقية أن تلغي رواتب رفحة، وشكرا جزيلا. صبرنا وانتظرنا وصار هاي سنين، احنا اهل اللفط واصبحنا هم فلسين، واجمالي يا عالم صبنا مطلوبين. يا شيوخ العشائر يا رجال الدين، شوف العين احنا اصبحنا مبيوقين. هذه الاحزاب المنهمكة انسلخت عن الشعب،
أصبحت في وادي والشعب في واد آخر، وهذه طامة كبرى. عندما يتلاحم الشعب مع الدولة سوف يبنى هذا المجتمع. ماذا يريد المجتمع؟ يريد عيش رغيد. كيف يحصل على هذا العيش والأحزاب متسلطة على رقبته؟ لا يستطيع التظاهر، لا يستطيع المطالبة بحقوقه. لماذا؟ أليس نحن بشر من هذه الكرة الأرضية؟ السيد العبادي، هل لديك عصا سحرية؟ أو أنت يعني رجل خارق العادات تستطيع أن تحقق وعودك في يوم وليلة؟ أنا أقول لا تستطيع، وإنما تستطيع إذا لزمت زمام الأمور بقوة ويد من حديد. يا أخي المرجعية جاي تقول لك، العالم جاي تقول لك، فوت احنا وياك اضرب بيد من حديد. ليش انت ليش خايف؟ من الخايف؟ هاي الجماهير، شوف هاي الشعب والعشائر كلها وياك، انت ليش تخلي الاحزاب تتسلط علينا؟ يعني يجي تعيين انا سمامة تعيين، يجي تعيين الخالته بنت خالته بتعمي، يعني شلون احنا وين نروح؟ نبوق للسجن. انا ادعو لعبادي شغله واحده يستطيع القضاء على هذه البطاله، وهو الاستثمار. يا اخي انت ما تصير مثل مدرسه تعين بها فوق الكادر، وين يروح هذا الكادر؟ لا استثمر. زين انت هسه تريد تستثمر، هذا هسه المفروض عنده فلوس اريد استثمر. ما تخليني الجهات المختصه ما تخليني اسوي كوميشنات. المساطحه هي مليون يسوونها ب 20 مليون، شلون انا ابني؟ اذا اسوي لي محل جيب ضريبه، جيب شو اسمه طابو، جيب ما ادري شنو، جيب ايجار بالسنه ياخذون ايجار 3 ملايين، انا منين 3 ملايين؟ اريد اعيش يا جماعه، اريد اعيش. انت سيد العباد لا تلوم هاي الوادم، هاي الوادم طالعه من اجل الاصلاح. احنا ندعو المتظاهرين واخواننا الجيش، انت اخواننا الجيش ولا القاده؟ القاده تساعد عبد الغني الاسدي، اخي صير ويانا، صير ويا الجمهور. انت ليش خالي نفسك بقوقعه بعيد عن الجماهير؟ احنا والدوله واحد، ماكو فرق بيناتنا. احنا هذا مدير الشرطه خليه على راسي، ليش؟ حافظ على الامن، ما يخلي المظاهر تصادمون ويا الدوله، واحنا سلميه، متظاهره سلميه، لا نؤمن بالحرب. نحن كغاندي، غاندي رئيس الهند الله يرحمه سوى ثوره يسمونها ثوره الملح. يا جماعه من الملح سوى ثوره؟ شحنا دم، اعطينا دم 45 شهيد اسعدنا. زين هذا الدم شلون يروح؟ هيك هوا في شبك؟ لو اكو تحقيق مطالب، شنو المطالب؟ بسيطه. انت لا تقول لي عين ل 7000 واحد، وين تعينهم؟ وين تعينهم؟ شنو؟ يقول لك البلق الديوانيه ما يصير تعين بالميزانيه. شنو تسوي انت؟ سوي استثمار يا اخي، سوي استثمار. الهالي ذقار بعض الناس عندهم مليارات، يريد يستثمر ما يخلونه يستثمر. يسوي له مدينه ترفيهيه، هسه اذا يريد يسوي له مدينه ترفيهيه، يقول له جيب اموال فوق المدينه. الرحمن الرحيم، انا اطالب بالكهرباء، اطالب بالماء توفير، اطالب بتعيين الشباب، اطالب خدمات الناصريه، اطالب وقالت المحافظ يحيى الناصري، اطالب مجلس محافظه قالتهم ذولا عصابات على الناصريه صاروا. المحافظ بكلهم ذولا حكومه المحليه مال الناصريه عصابات على الشعب وعلى شبابنا. شبابنا شنو ذبته؟ شنو سبتها هاي الشباب بالشارع كذا قاعدة وموال تعيين؟ ماكو تعيين، ليش؟ الدول صارت أحسن من العراق، الأحزاب دمرتني. احنا شبابنا الحمد لله على المرجعية الدينية، الحمد لله على المرجعية الدينية، قطتنا فتوى وشبابنا راحت جبهات القتال. يا صدق الساتر يا حرروا الاحزاب قاعده على التبريد وعلى كراسي، وشبابنا على الساتر. شبابنا فوق شبابنا على الساتر. اهل الجنوب كلهم النجف الثاني، اهل الجنوب صارت عندنا قبل النجف واحده صارت هسه النجف اثنين. والله اطالب قياده محافظ يحيى الناصري يقيلوني، حميد القشي يقيلوني،
دول دمروا الناصريه، دول عصابات على الناصريه. شنو عسي بنجلاديش تجيبه من هناك؟ البنجلاديش راتبه 5 أورقات الشهريه، والعراق راتبه 150 95. ليش مو هذا بالعراق؟ هذا تربية العراق، هذا بالفضل، هذا بالخير. العراقي هذا طاح ابوه انجبحت القتال. الايتام هاي الايتام الايتام هاي الايتام اولاد الشهداء لا يعوضها. السياسيين يعوضونها؟ لا والله السياسي يقول انا عندي بالخارج، كل شيء عندي بالخارج، ما اهتم بالعراق، ما اهتم بالعراق. شنو غير عراقك؟ اعطينا عراق، اعطينا وطن، احنا نتصرف فيه، احنا ولد العراق، احنا نتصرف بعراقنا، احنا مش عادي بالعراق، احنا دمرتنا الحساب. الله اكبر، كافي الظلم، كافي الظلم، والله والله كافي. شبابنا هاي ولا تعيينات ولا هاي ولا وظيفات. يا سادة نصير من دسير. يا شيوخ العشائر يا رجال الدين، شوفوا العين، احنا اصبحنا مبيوقين، صبرنا وانتظرنا وصار هاي سنين، والف وصفة طلع التالي مبيوقين. احنا اهل الضفط واصبحنا مفلسين، وجمالي يا عمي صرنا مطلوبين، بس مجموعة وحدة طلعوا ربحانين، مجموعة اسمهم السياسيين. شنه الرايب الله وشنه منتظرين؟ ما نحكي يا سادة، إذا نسكت يا سادة الحقوق تضيع، وإذا نحكي يا سادة نصير من دسين. أحاو شنه الرايب؟ نحن وجهاء وشيوخ عشائر آل زيرج نطالب حل البرلمان، مجالس محافظات، وتشكيل هيئة رئاسية موحدة، انتخابات رئاسية، ننتخب رئيس جمهورية واحد وهو يعين وزراء ومحافظين لبقية المحافظات. البرلمانيين وأعضاء المجالس المحافظات صاروا هدر الميزانية الدولة العراقية، هاي وحدة. الشغلة الثانية، نطالب هاي الامتيازات اللي عضو برلماني يداوم له 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات ويطلع له بكذا مليون تقاعد، وعندنا موظف البلدية يداوم 30 سنة خدمة ويطلع له 400 ألف. خلي يقللون امتيازات البرلمانيين ويرفعون امتيازات هذا الموظف المسكين اللي عايش على هذن الفلسات، تفليسات مو فلسات والله. اخوي هاي وحدة. والثانية، اوجه رسالة للعبادي، اقول لا تنتهج نهج صدام حسين، تدز لك على كم شيخ تطيهم بفلوس وتسكتهم. عشائر بعد ما تسكت، العشائر تطلع مره مرتين ثلاثه اربعه والدور تسوي اللي تريده. والسلام عليكم. اليوم خرجت محافظه ذيقاع مظاهرات بشيوخ العشائر وشبابها. اليوم نطالب اول مره القاء الاحزاب المتهيمنه على البلد، الاحزاب قمعه المتظاهرين، الاحزاب اللي احتقت الناس وذبتها بالسجون السريه، الغاء الدستور، الغاء مجلس النواب، الغاء مجالس المحافظه، زين تعيين الشباب، توفير فرص عمل. اليوم المرجعيه فوضت حيدر العبادي ثاني تفويض هذا، اذا مو اهل لها مو قائد خليه يتنحى. احنا اليوم نريد حكم رئاسي، اليوم نطالب حكم رئاسي، الغاء مجلس النواب. اول مطلب هذا مطلب جماهيري وليس مطلب شعبي، العراق كله يريد هذا المطلب، الغاء مجلس النواب، القضاء على الاحزاب حتى لو امريكا قد تتدخل، احنا نريد هذا الشيء، تلغي الاحزاب وتلغي هاي الفصائل المسلحه هيمنت على البلد. زين اول مطلب الغاء الاحزاب، ثاني الغاء مجلس النواب، تعيين الشباب، ادخال شركات استثمار للمحافظات والعراق كله. نطالب تعيينات، هاي الشباب كنا خريجه قاعده، لا شغل لا عمل لا تعيينات. المظاهرات ماشي على مسرح، والمظاهرات ان شاء الله تحول الى ساحه اعتصام مفتوح امام العالم كله. خلي نشوف العالم وضع العراق، وضع مزري، لا كهرباء، والحسين مركز محافظه ماي ماكو بالناصيه، اليوم مركز المحافظه ماي ماكو،
زين رئيس مجلس محافظة حرامي، مسؤول خدمات الناصرية حرامي، يحيى الناصر، يحيى الناصر ابن مرجع ديني مو بحثي، ابوه مرجع ديني قبل نقول المحافظ من الغربية، هسه المحافظ بشيء عندنا الناصرية، هاي ثورة ان شاء الله بامر المرجعية، قبل خاف يقول المرجعية وين الاحزاب، اليوم المرجعية وين الشعب، نميل الحكومة نميل اسبوع او 10 ايام، شوف مشايخ الناصرية اليوم تلكل نازل المحافظة، نفذوا مطالبنا نفذوها، ما نفذوها عصير ساعة اعتصاب الناصرية. الرحمن الرحيم، اولا تحيه طيبه الى المتظاهرين الشجعان. ثانيا انا عندي طلب للشعب العراقي، صار لنا 15 سنه نحكي الحكي ما يفيد، احنا نريد ثوره ثوره ثوره، بعد حكي ما نريد، نريد ثوره ونهجم على ذول الفاسدين البرلمانيين ونطلعهم من كراسيهم. الريك كلا كلا للعبادي، كلا كلا العمار الحكيم، كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للناصري. أنا أطلب من إخواني المتظاهرين أن يسوون ثورة نفس ثورة 20. إحنا ما نريد ما نريد بس نحكي ونهوس ونصيح، هاي ما تفيدنا، صيحينا لمن الليلة ما فادت، احنا نريد مظاهرة سلمية ضد الفاسدين، يعني ما نريد فاسد يبقى بالعراق. الشعب كتل الجوع، الشعب مل، قاعد يحاربونا حروب نفسية، قاعد يحاربونا حروب نفسية، والله العظيم والله العظيم يا هذول هاي الحكومة الفاسدة متوقع وين امريكان. يا أيها الشعب العراقي وجميع واحد اسمعني، أنتم حاربتوا داعش وذولا دواعش الخضراء، والله العظيم متفقين ويا الأمريكان ومتفقين ويا إيران ومتفقين ويا السعودية بس احنا صحيح ثورة 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 ثورة. عمي العبادي، انت تقول جبت تعيينات وديت وظايف وراح اعطيكم الكهرباء، وين وعودك؟ شدك بهاي انت يا حي الناصري؟ عمي شو مضيع الناصريه؟ ملتك اصغارها واكبارها، اذيت الناصريه عمي، انت وابوك اثنينكم ساقطين، دمرت الناصريه، عائله الناصري شوفونا شركم، امشي عليكم الله ومحمد وعلي. تشرب يجل السامع من يسمون عليها يخلي ويشرد. انت شو مضيع بالناصرية؟ انت عملت بوقت الناصرية؟ ليش هاي الشباب؟ هو حتى ابوك، ابوك دمرنا عمي، ابوك ولا لايران مو للعراق. انت شو مضيع يا عمي؟ هاي الشباب القاعدة حاطر على الحبل، لا شغل لا مشغلة، ماي ماكو، طحين ماكو، كمية ماكو، شنو ذنب يا عمي؟ دول الناصرية الابطال، ايش يصير بيهم؟ الله ينتقم منك انت والعبادي وتجابك وساسة ايران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة اليوم جماهير ذي قار خرجت هنا في ساحة الحبوبي للتعبير عن رأيها وعن موقفها السلمي ضد ما يجري في بلدنا من تدخلات خارجية من قبل كل دول الجوار. الآن الأرض العراقية مستباحة للجميع،
كل الدول الجوار الآن تحاول أن تستغل هذا الوضع وتحاول أن تدخل على هذا الخط. نحن هنا في الناصرية نقول بصوت عالي كلا لأي دولة تحاول المساس بسيادة العراق، كلا لأي دولة تدخل بشؤون الداخلية للعراق. العراق للعراقيين، كان وسيبقى وسيبقى. أبناء العراق هم أولى بقيادة العراق، أبناء العراق قادرون على إدارة العراق، لذلك نرفض كل التدخلات الأجنبية التي تحاول المساس بالأرض العراقية وبالمواطن العراقي وبالممتلكات العراقية. لذلك هو اليوم صوت واحد من الشمال إلى الجنوب، العراق واحد موحد، لا يمكن تجزئة العراق. ونقول لهؤلاء الساسة الذين فشلوا بتقديم أبسط الخدمات للمواطن العراقي، عليهم أن يعرفوا جيدا بأن العراق لن إذا صبر فلن يصبر طويلا. لذلك نحن اليوم في الناصرية وفي البصرة وفي بغداد وفي كل أنحاء العراق صوتنا واحد، وهذا خير دلالة بأن العراقيين موحدون تحت راية الله أكبر التي ترفرف عاليا وستبقى ترفرف عاليا بفضل جهود هذه الوجوه الخيرة من أبناء بلدنا. اليوم خرج أبناء محافظة ذي قار بمظاهرة حاشدة. اليوم أصبحت المطالب ليست فقط ماء وخدمات وكهرباء، اليوم مطلبنا هو إزالة جميع الأحزاب. اليوم مطلبنا الرئيسي هو تشكيل حكم رئاسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لأن الثقة بين المواطن والحكومة انعدمت. هذا أول شيء. ثاني شيء، إحنا المحافظات الجنوبية نعاني جدا من التدخلات الخارجية وخصوصا التدخلات الإيرانية والتركية. اليوم الاقتصاد العراقي منهار بسبب التدخل الإيراني. اليوم محلاتنا، اليوم أسواقنا مليئة بالمنتجات الإيرانية اللي ملت المحلات ودمرت الاقتصاد العراقي. اليوم الشركات مليئة بالنجف وفي كربلاء، مليئة بالعمال الإيرانيين، بينما الشركات لم تعين إخواننا الشباب العراقيين والخريجين. وخريجين نحن منذ سنوات، منذ 5 سنوات، منذ 6 سنوات نعاني من شحة عدم استجابة لمطالبنا وعدم توفير فرص العمل لنا. اليوم الهيمنة الإيرانية والهيمنة التركية على الاقتصاد العراقي موجودة بشكل غير طبيعي، بحيث الاقتصاد العراقي تدمر. اليوم إيران قطعت علينا الكهرباء وتركيا قطعت علينا الماء، وكذلك نعاني من هذا الشيء. احنا نقول حكومتنا العراقية، أين أنتم من هذه التدخلات الخارجية؟ انقذوا العراقيين والعراق، انقذوا الشباب العراقي. الشباب العراقي اليوم يتلفظ أنفاسه الأخيرة. 15 سنة ماذا قدمتوا للعراق؟ 15 سنة دمار، فتنة، قتل. ماذا قدمتوا؟ سرقة. ماذا قدمتوا للعراقيين؟ كفى ظلما. احنا نقولكم يا بنتم بكتوا، روحوا بس تكفون شركم، ارحلوا، اخذوا البكتوا وروحوا، خلاص ملينا من عندكم وملينا من حكمكم. ليش الناس تنتحر؟ قابل التاجر يطلع ويلبس وهذا فقير كل شيء ما يملك. لذلك نطالب الجهات المسؤولة، نطالب الرعاية الاجتماعية، نطالب كل شريف في ذي القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب الحكومة الرشيدة بالاحتناء بشوارع الناصرية، لأن مدينة الناصرية مدينة مظلومة، مدينة متأخرة، مدينة تحتاج إلى خدمة، إلى إكشاء شوارع قلب المدينة لسه متروك وحفر به وطسات وأتربة، وما أعرف يعني الراجع مدير بلدية ولا كأنه، الراجع محافظ ولا كأنه، الراجع مجلس محافظة ولا كأنه، وما نعرف يعني وين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكيد الرسالة وصلت من المتظاهرين إلى المرجعية في خطبة الجمعة، وأيدت هذه التظاهرات وأعطت كلمتها بالتصعيد في حال عدم تنفيذ هذه المطالب. للأسف وأقولها بمرارة،
نحن على يقين بأن هذه الحكومة لن تنفذ مطالب المتظاهرين، على يقين. السبب لأن هناك دول إقليمية وخارجية ودول الجوار تعبث في أمن واستقرار العراق، هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، لا يمكن أن يكون حكومة فائزة بالتزوير تخدم بلد، لا يمكن أن تكون هنالك حكومة فائزة بالتزوير تخدم بلد. الحكومة الفائزة بالتزوير لا تخدم البلد أخوان المتظاهرين. الحكومة عندما تفوز بجدارة بمحبة شعبها، اليوم هي الحكومة هي اللي تكون قائدة لهذا الشعب. أما أن تأتي بحكومة فاسدة ومزورة بانتخاباتها وتصبح قائدة ومتحدثة باسم الشعب لمدة 15 سنة دون أن لا تقدم لا خدمات لا أمور بسيطة لشعبها، اليوم هذه الطلبات اللي قدمها أعتقد هي مو طلبات، هي حقوق. اليوم أنا من أقول خدمة صحية، خدمة بلدية، أنا أحتاج لي إلى راتب شهري، هذا مو طلبات، هذه واجب على الحكومة إعطائها لأبناء بلدها. لكن للأسف أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الثورة مستمرة والجماهير لا تتوقف عن مظاهراتها إلا بخروج الفاسدين في الحكومة والقضاء. إنها ثورة ضد من حكم العراق بدون وجه حق، إنها ثورة حتى النصر، وإن النصر قريب يكاد أن نراه. نحن أهالي ذي قار نطالب بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل للعاطلين ومفردات البطاقة التموينية كاملة والالتزام بموعد مادة الطحين شهرياً وليس كل 45 يوم، والصحة وأهمها الماء والكهرباء، ومحاسبة وإقالة مدراء الفاسدين ومحاسبتهم. وهذا الترقيع اللي يقوم به العبادي ما يفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ احنا اليوم هاي المظاهرات مثل ما تشوفها، يعني لا طالعين نخرب ولا طالعين نفلش، احنا مظاهرات سلميه، وهالعماره والشعب العراقي مثقف. يعني اكو بعض الاعلاميين وبعض الحكومه هاجموا المتظاهرين انهم يفرشون يخربون اموال الشعب واموال الدوله. يا اخي اموال الدوله، يعني هو الحكومه صار 15 سنه يعني تفلش بالدوله وتخرب بالدوله. يعني لما نطلع متظاهر يجوز عصبيه، يجوز انفعال، وفلش في الشيء انتقمت الدنيا وقامت. هاي وحده. الكهرباء تجي ثلاثه بثلاثه، الثلاثه متقطعات بالعماره واصلا ما شايفين كهرباء. كثره البطاله بالعماره، يعني الشباب قاعد تلتجئ لغير امور، يعني ماكو تعيين ماكو شغل. عدم ظهور المسؤولين محافظة ميسان إلى متظاهرين للناس للعالم يذبون طلباتهم، ما متواجدين ما يجون. وإحنا سالم متظاهرين محافظة ميسان المفروض ما يظهرون يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد أكو دوام، ماكو يعني ولا مسؤول يجينا ولا مسؤول يجينا ولا ما حد موجود يجينا. احنا شلون احنا هاي العالم ملت تعبت، لا شغل لا عمل لا خدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة الثانية على التوالي تخرج جماهير ميسان بتظاهرات يعني غفيرة، كانت مطالبها واضحة
اول مطلب هو قضيه الكهرباء، الاعمار الاعلى درجات بالعالم، وبالنتيجه نطالب الحكومه الاتحاديه باستثناء ميسان من القطع المبرمج لانها مدينه نفطيه، ونطالب الحكومه المحليه بالضغط على الحكومه الاتحاديه لاستخدام ملف النفط من اجل مكاسب اخرى في قضيه الكهرباء. ايضا لدينا جيوش من العاطلين عن العمل، شباب خريجين، هناك نسبه عاليه من الفقر حسب الاحصاءات الاخيره، ميسان نسبه الفقر بها 42%. نطالب بسياسه، بوضع سياسات زراعيه، بسياسات اقتصاديه، ايضا ابنك رحمه الله. ايضا نطالب الجماهير باستمرار تظاهرات سلميه وعدم الاعتداء على الممتلكات العامه وعدم الاحتكاك مع القوات الامنيه. هاي مجمل مطالب الميسان. سنستمر بالتظاهر الى ان تدعن الحكومه الاتحاديه لمطالبنا، اذا لم تسمع الحكومه المحليه هذه المطالب وتتبناها وتلقي الكره بعاتق الحكومه الاتحاديه، فنطالبها بالاستقاله والاضراب العام في ميسان وسد المنافذ الحدوديه ومصادر النفط لكي يكونوا مع الشعب من اجل مطالبهم. محافظ ميسان يقول الكره انا مو يمي، هاي ملفات اتحاديه، وبالنتيجه احنا انتخبناه حتى يكون هو وسيله ما بين المجتمع الميساني والحكومه الاتحاديه، هو غير مبرر هذه الاحتجاجات وهي حجج غير مبرره بصراحه. احنا انتخبناه حتى يكون وسيله بين الجماهير الميسانيه وبين الحكومه الاتحاديه، اما التبريرات غير مقبوله، يقعدون في بغداد الى ان تتحقق المطالب، واما يعلنون حل مدينة العمارة كحكومة محلية يقدمون استقالاتهم ويعلنوا نظام العام بالمدينة، إيقاف دوائر الدولة والمنافذ الحدودية ومصادر النفط من أجل تحقيق المطالب، وإلا كل مبررات غير مقبولة من قبل الحكومة المحلية. السلام عليكم. احنا طالعين مظاهرات لاجل الناس الفقره، عوائل الشهداء والمواعدين، يعني الناس ما عندها لا ماي لا كهرباء لا عيشه. احنا نريد من المحافظ يسوي لنا حل. البصره هسه سووا لهم حل، الناصريه، النجف هسه يعني جاي يترممون قوات زينه، يعني احنا ما كل شيء نريد هسه الماي والكهرباء تعيين، يعني ابسط تعيين، ما نريد من اي حكومه كل شيء، يعني وظيفه زينه لو شيء ما نريد، يعني وظيفه بسيطه. ليش اصحاب الشهداء ما حد لهم؟ اهل الشهداء ما حد لهم، العده شهاده ما حد له، ليش هيك؟ يعني هاي شباب وين تروح؟ يعني شباب انا اقول لك ما عنده لو يبوك لو يكتب، يعني من وين يروح؟ الشاب من حقه يطلع مظاهرات الشعب. انا سامي من حقه اطالب، ما عندي لا وظيفه، يعني لا راتب، يعني هيك بسيط لي، يعني 12 نفر عائله ما حد لنا، يعني ما يصير هيك. يعني خل واحد يشوف لنا حل. ليش تصير ازيد وازيد تطلع مظاهرات ازيد وازيد وازيد؟ ملينا بقران، ملينا ليش مظاهرات قربوا وفلشوا وحرقوا، وما يصير. احنا ما جاي نفلش ونحرق، مظاهرات سلميه، الحل إلنا نريد احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج اليوم أبناء محافظة ميسان بمظاهرة سلمية المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومناشدين الحكومة المركزية في بغداد إعطاء حقوق الشعب في محافظة ميسان اليوم من وإطلاق فرص العمل للشباب والتعيين في شركات النفط والكهرباء. ونحن اليوم مظاهرتنا سلمية إن شاء الله، وستبقى سلمية بعيدة عن تظاهرات الجمعة الماضية وما حدث بها من أعمال شغب. والمظاهرة ليس مدعومة من شخص أو أي حزب يقف وراءها، وإنما مدعومة من أهالي ميسان وشيوخ عشائرها.
وأن هي القضية مو مطالب يعني لا درجات وظيفية ولا تعيين. القضية هي ترحيل مشاكل من عام 2003 إذا قلنا أو عام 2004، 15 عام من التلك و15 عام من الانهيار البنى التحتية حتى البنى الاجتماعية. طبعا المواطن العراقي في حالة إحباط ومحبط دائما، نفس الوجوه تتكرر، نفس العملية السياسية، نفس الأخطاء، والدليل اعتراف القادة من ضمنهم العامري والمالكي، دليل فشلهم قدموا اعتذار للشعب العراقي. ماذا نفعل بالاعتذار؟ الاعتذار شنو؟ تعتذر على الجيوش مال الأرامل، جيوش الأيتام، جيوش العاطلين عن العمل. احنا هنا طبعا اهالي محافظة ميسان مطالبهم المفروض تصبح اوامر بالنسبة للمحكمة الاتحادية، طبعا هي طبعا مستحيلة مثل ما قال العبادي 11 درجة وظيفية 11 درجة، هي ضحك على الذقون. 11 درجة قرروا الموازنة، طبعا انت العبادي ايش عندك علي بابا؟ علي بابا تجيب 11000 درجة وظيفية لو عندك المارد. طبعا هذا التسويف المعطلة ماشي وتعلمناها من الحساب، بس لكن هذه المرة الشعب العراقي يختلف عن 2015 و 2013، وإضافة إلى ذلك تقاعد النواب اللي يقر بليلة سودة مع الأسف، هؤلاء يرقصون على جراحات الشعب العراقي.